السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نبداو سلسلة ديال الحلويات ديال العيد بعد الطلب ديال العديد منكم. غادي نشوفوا هاد الغريبة اللي أكثر من رائعة، كتجي بنينة ومعلكة وسهلة كيف ما العادة. غادي نشوف في هاد السلسلة حلويات ساهلين بسط في المتناول ديال الجميع، وفي نفس الوقت كيكونوا لذات والشكل ديالهم زوين. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. فرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبداو بتحضير العجين. فغادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده. انا هنا غادي ندير غير نص المقادير، بغيتو ديروا تضاعفوا المقادير لكميه كبيره ممكن، غير هي يعني نص المقادير راه كتخرج كميه مزيانه. 125 غرام ديال الزبده استعملت حيوانيه، تقدروا ديروا ديال البواطه ولا ديال المارغرين. وزدت واحد 4 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملح والفانيو، وكنخدم كلشي مزيان. الزبده دائما تكون طريه باش تسهل عليا انني نخدم بها. والسكر كيف ما لاحظتوا كنديروا كميه قليله، لان الحشوه ديال هذه الحلوه حلوه، وكذلك يعني فاش غادي نزينوها حلوه. فباش كنوازنوا داك المذاق ديال الحلوه كنديروا غير 4 ديال المعالق. غادي نزيد كاس الا ربع ديال زيت نباتيه ونرجع نخدم مزيان حتى ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال الزبده. ومن بعد كنزيد بيضه كامله وكنرجع نخلط. صافي، هنا غادي نزيد واحد الخمارة ديال الحلوة، الوزن ديالها 8 غرام. وصافي كبدا كنزيد الدقيق شوية بشوية، دقيق خاص بالحلويات. انا دايره هنا الدقيق ديالي فوق من الميزان باش نعبر لكم بالضبط شحال استعملت. كيف ما العاده يعني كنبغي نعطيكم القياس ديال الدقيق. غادي نبقى كنخلط، وانا كنزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه رطبه. مهم بالنسبه لي انا استعملت زبده حيوانيه، فالكميه ديال الدقيق اللي غادي نحتاج في هذه الحلوه 400 غرام. فاذا استعملتوا المارغرين تقدر تهز لكم كميه مختلفه، لان المارغرين كيكون فيها شويه ديال الماء، وحتى ديك البواطه ديال البواطه كتكون فيها نسبه مختلفه ديال الماء على هذه اللي كتكون يعني حيوانيه، فيها نسبه ديال الدهون طالعه. ف 400 غرام انا جمعت العجينه ديالي خصها تكون رطبه، وصافي غادي نخليها ترتاح ونوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه ديال هذه الغريبه غادي نحتاج هنا واحد ربع ديال الكاوكاو محمر، وهنا عندي بيسكوي درت 4 ديال القطع ديال هذا البيسكوي اللي كيكون كامل. اي بيسكوي عندكم ديال الشاي يكون عادي ما فيه حتى شي حشوه تقدروا تستعملوه. كنطحنوه مع الكاوكاو، وهنا درت تقريبا 4 ديال الحبات. هو كيكون شويه ثقيل هذا البيسكوي، يعني نتوما ديروا الا كان داك البيسكوي الصغير ديروا واحد 8 ديال الحبات ولا 10 ديال الحبات ديال البسكوي. غادي تطحنوا كلشي مع الكاوكاو مزيان حتى كيتعلق شويه داك الكاوكاو. وهنا غادي نجمعوه بالكميه الكافيه ديال العسل، تقريبا 3 ديال المعالق كبار. العسل العاديه اللي كنستعملوها في التعسال ديال الحلوه. كيف ما كتشوفوا كنبقى كنخلط مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه ديال الكاوكاو البسكوي، هي باش غادي نعمرو. الا بغيتوا واحد المذاق اللي كيكون لذيذ اكثر تقدروا يعني تجمعوا هاد العجينه بنسلي. فانا يعني درت لكم الوصفه اقتصاديه، ممكن الا بغيتوا تجمعوها بنسلي او نسلي كراميل. صافي، هي العجينه ديالي ديال الكاكاو واجده. كيف ما كتشوفوا كتكون شويه رطبه، ما تكونش ناشفه لانها محدها كتجلس وهي كتشرب. غادي ندهن واحد يديا بواحد شويه ديال الزيت، وكنبدا كنشكلها هكا كويرات صغيورين على حسب الغريبه اللي غادي ندير. فكنجرب واحد الحبه يعني كنشوف القياس ديالها ومن بعد كنكمل. صافي، هنا كنبدا كنشكل في الغريبه ديالي. فكناخذ العجين كنشكل يعني غريبه اللي كتكون شويه صغيره، فاش كنوضعوا لها الحشوه راه يعني كترجع الحجم ديالها اكبر. كندير واحد كنضغط في الوسط وكندير ديك الحشوه ديال الكاوكاو والبسكوي والعسل، وكنكمل كنجمع لي يعني الحواف ديال العجين بحال هكا، ونشكل الغريبه ديالي ونقادها نضغط عليها واحد شويه ونحطها في لاطه ديال الفران، وكنستمر حتى كنسالي الكميه.
حمرت اللاطا، وفي هذا الاثناء الفران كنشعلت لهم من قبل يسخن، وغادي ندخلهم يطيبوا. الفران كنديروه على واحد النار اللي كتكون مهيله، دائما الحلوه كتبغي النار مهيله، بالاخص الحلوه اللي كتكون فيها الزبده. وصافي كنخليهم حتى كيطيبوا، كياخذوا واحد اللون ذهبي خفيف، ما نخليهمش يتحمروا بزاف لان انا غادي نزينهم بالشوكولاتة ابيض. انا هنا كيتشققوا لي واحد شويه، بما ان غادي ندير الفران ديال الضو كيشعل الفوق والتحت، ف كيتشققوا لي، كتشقق لي الحلوه واحد شويه، ولكن ماشي مشكل، يعني غادي تغطس في الشوكولات ما غاديش تبان. نتوما بالنسبه لكم الا كان يشعل الفوق بوحدو والتحت بوحدو، شعلوا غير التحت الاول حتى كطيب لكم الحلوه من التحت، وعاد شعلوا الفوق باش تاخذ داك اللون محمر. وكذلك بالنسبه للفران ديال الغاز نفس الشيء. صافي هنا كنخليها تبرد مزيان، ومن بعد باش غادي نزينها غادي نحتاج شويه ديال الشوكولات بيض. كناخذوا تقريبا واحد العلبه، كنقصوا منها واحد شويه، علبه صغيره، وكندوبوها. انا كنستعمل دائما الشوكولات ديال الكالا، هو اللي كيجي زوين، يعني ما كيحتاجش انني نزيد فيه الزيت باش يتطلق. غادي ناخذ كذلك شويه ديال الكوكا او جوز الهند المبشور. وصافي كنبدا كنغطي الحلوه ديالي، وكنحيد منها داك الزائد ديال الشوكولات، وكندوزها في داك الكوك او جوز الهند. غادي نوضعها على جنب هكا فوق من شي ورق ولا بلاستيك، ونخليها حتى كتشد راسها، حتى كيشد الشوكولات راسو. دابا يعني ما كانش معين، الجو شويه بارد، في الساعه يعني كتشد راسها الحلوه. صافي غادي نكمل بحال هاد الطريقه حتى كنسالي، ونرجعو باش نشوفو الشكل النهائي كيفاش كيجي. بهكا نكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. هذا هو الشكل ديال الحلوة أو الغريبة ديالنا، كتجي زوينة بزاف. أنا كنقطعها لكم بالموس باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي فيها الحشوة ديال الكاوكاو والبيسكوي غاية في اللذة، والقوام ديالها كتجي هشيشة من برا، وفي الوسط كتجي معلكة. باش تحتفظوا بها وضعوها في بواطة وسدوا عليها مزيان، ممكن تحتفظوا بها حتى 15 يوم، ما يوقعلها حتى شي حاجة، أو يمكن لكم كذلك تحتفظوا بها في المجمد، كتبقى زوينة مدة طويلة. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ورايكم، وايضا اقتراحاتكم اللي كتحمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.